معاكم يا شباب. طبعا قطش معي الفيديو، يا الله يا الله يا شباب، يعني راح الفيديو كله. يا ترى صورته قبل شوي، رحت هجمت يا شباب، هذول هجمتين. لا وين وين هذول؟ وهاي يا الله هجمت هذول هجمتين، قطع عليهم مسجل الشاشة. نقول مقدمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوكو شباب، معكم محمد من قناة محمد آل جيمر، ورجعت لكم يا شباب مقطع جديد بحلقة ثانية من بحلقة ثالثة من كلاش اوف كلانس بلا صح. اليوم عندنا يا شباب تحدي، هو ان نجمع 5000 دارك بنفس الحلقة. طبعا لا تقولوا شباب انه هاي من نيرو انه جبتها، بس حبيت انه اعملكم فكرة جديدة. بهجوم التنانين الغاضبة، قصدي تنانين، مع 2 برق، مع 1 سبيل غضب، مع 1 سبيل زلزال يا شباب، مع دعم 6 تنين ومنطاد وزلزال الفليب 2. طبعا هذول الثنتين بعورجيكم اياها يا شباب، خليني اورجيكم اياها. ما ادري شلون قطع علي مسجل الشاشة قبل شوي يا قليل. خليني اسرع لكم اياها شوي. هاي الهجمة. طبعا اخذنا هذا الدارك، احنا مش الدارك. طبعا بهذه القرية جمعت 1600 اكسير ظلام. طبعا لحد الان جايب 1200 اكسير ظلام. الف واربعمية قصدي شباب، 1600 خربطنا. هاي الهجمة اللي بعدها اتوقع. نروح الهجمة اللي بعدها. والله والله ما ادري، لا اي غيره كمان ايضا. اذا 1400 يعني عمليا 2300، يعني 3800 تقريبا. نقول 3800، خلينا نسرع شوي. اللي بده شباب يبطل الفيديو، بس انا مشان مسجل الشاشة ما يروح علي. احل مشكلة التخزين ان شاء الله. وانا الدعم طبعا ساعدني التنين، انه سحبوا التنانين علي سحبة قوية. جبنا من هون التاون هول عشان الدارك خلاص. هاي نروح يا شباب للهجمة اللي بعدها، وهي الهجمة تقريبا اللي قبل الاخيرة. نقول طيب بعرجع لكم شباب ما بين الهاجة القرية. واخيرا لقينا قرية شباب، وتكون هاي الهجمة الاخيرة يا شباب. اذا بدكم احسبوها كمان احسبوها شباب، احسبوها. لعرجع لكم شباب ما بين احسبها. يب يا شباب 5000 يا شباب. هلا احسب لكم اياها بعد ما اخلص الهجمة. من وين الهجمة للدارك؟ من وين الدارك؟ كلها يا شباب بالمستخرجات. هنا مستخرج وهنا مستخرج. طيب طيب حاضر، يلا حط هذا. ما له فائدة اصلا حطيته، بدي ليش. هنا مستخرج وهنا مستخرج، وبالتاون في مستخرج. الو شو 930 ده؟ يا الله يا الله، ايه نوصل نوصل. اوكي طيب، شوفوا يا شباب اجمعوهم اذا بدكم. 1300، 1400 ب 1400، يعني 1000 زاد 1000، 2000 و 1000 3000، و 400 ب 400 800، 3800. لا والله حساباتي غلط يا شباب. لا 1000 1000 1000 3000 400 800 3800 يا ليل. 4000 يعني صار جايبني حاليا. يو صحي صحي صحي، هاي هجمة هجمتها. هاي ما قلت لكم عنها، هاي ما قلت لكم عنها. وانا اقول ليش انا جمعت 5000 على هاي القرية. هاي هجمت علي لما وقف المسجل. هاي شوفوا شباب، وانا هجمت عشان الدارك ايضا، عشان جمع دارك للتحدي.
يعني عمليا صاروا 2000، 3000، 4000، 5000، 800، عمليا صاروا 5100 في حلقة واحدة. شوفوا يا شباب الدعم ساعدني أصلا، الدعم شوفوا يعني التنين، لو ما نو قوي خلاص ما بيستوش، كان في 2000 دارك. شوف صار معي 56000، يعني من أول ما بدأت مسجل كان 50000 لما راح التسجيل. يعني ورجيكم الهجمة اللي بعدها، وين اللي بعدها ورجيتكم إياها على ما أظن، والثانية اللي ورجيتكم إياها، والثالثة. طيب خلينا نجيكم إياها كلهم عادي. صار مسجل دقيقتين. هون كمان تنانين اخذوا كل الدارك، انا حطيتهم سبيل غضب و بس. خلاص انهيته. الهجمة اللي بعدها كمان سحبوا علي يا شباب، حطيتهم تنين ساعدني ايضا. ليفل ماكس يعني ليفل 6، وش بيني كمان ايضا جبنا التاون هول. هجمة اللي اخيرة حطينا غضب، كمان هجمت من هذا الطرف بس مشان مستخرجات شباب، مو مشان شي. هذول اثنين والتاون، تاون جبت، يمكن جبتها دمرتها يمكن، والله ما ادري. وايضا يا شباب رجع قطع. هنا نكون يا شباب وصلنا لنهاية هذه الحلقة، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة شباب، لا تنسوا اشتراكها، لا تنسوا